تشكيل النادي الاهلي من البدايه، طريقه لعبه، اللمسه اللي انا بتكلم عليها كابتن هاني، حضرتك مدرب كبير وعارف ان انت بعد 3 4 مباريات بتبتدي تحس بلمسه المدرب على اداء التيم. ده ظهر على مستر موسيماني من مباراه نقول بيراميدز، ان ازاي يقدر يحول طريقه اللعب او يغير من الشكل والاداء اللي كان بيأديه مستر فايلر للشكل ده، وطريقه اللعب اللي هو البيلد اب من تحت، ان انت ازاي تبني الكوره وتطلع بالكوره بباص سليم وما يبقاش فيه تشتيت كتير، ما يبقاش فيه كوره طوليه، برضو ربط الاجنحه مع الباكين. الدور العبقري اللي انا بشوف ان هو ده الملموس بشكل كبير جدا بالنسبه لنا على مجدي قفشه في وجوده في مركز 10، وابتدى تبان. انت دربت قفشه في انبي ولا كان لسه؟ لا كان لسه. انا لما جيت، لا انا لما جيت كان هو، كان هو لسه مش موجود. وحتى لما لعب بعد كده ومشي ما كنتش انا موجود يعني.